البطارية دي بطارية ديزاين إسباني 4U، 2 أمهات و2 أم إنتاج. عايز الأمهات المساحة بتاعتها زي ما احنا شايفين كده 70 سنتي عمق في 50 سنتي وجهة. الأبواب بتاعتها بتبقى بلاستيك بالكامل عشان منع من التهاب العقيد. بيت الولادة الكتروستاتيك ديزاين بتاعته. بالنسبة للنبيل بتاعت الانتاج النبيل اهي برضه 70 سنتي عمق و 50 سنتي واجهة. دور كامل تحت ونص دور فوق. ده بيسمح للأرنب المفطوم إن هو لازم ينط لفوق عشان يشرب من المية، وبعدين ينط لتحت عشان ياخد من العلافة. فكده يتمنع عندنا أكبر مشكلة بتواجه المربي بعد الفطام، اللي هي مشكلة الحساب والنفاق.